ملامح مشروع فك الاختناق المروري في تقاطع الشالتشية بدأت تظهر للعيان بعد الانتهاء من الركائز بنسبة 100% وصب أولى أعمدة المجسرين. الأعمال تسبق السقف الزمني للمشروع بفضل العمل المستمر ل24 ساعة وبثلاث وجبات عمل. مجسر الشالتشية يتكون من 144 ركيزة، معدل الدني تقريبا أقل من 90 يوم. تم إكمال حفر وصب 144 بالكامل بنسبة 100%. تجري الأعمال على صب، أكملنا الآن صب 3 قبعات ركائز وثلاث أعمدة. الأعمال في ساحتي صنعاء وعدن هي الأخرى تشهد تقدما ملحوظا على مستوى إنجاز الركائز والأعمدة وروافد المجسرين، اللذين يبدأان من بوابة بغداد ويتفرعان نحو العطيفية وطريق مطار المثنى، وهو ما سيمتص الزخم المروري الذي عانى منه المواطنون طوال السنوات الماضية. تم إنجاز 98% من عدد الركائز و 50% من عدد الأعمدة و 75% من عدد قبعات الركائز و 10% من عدد توج الأعمدة، وبالنسبة للروافد تم إنجاز 25% من العدد الكلي للروافد والأعمال جارية حسب ما مخطط لها. ووفقا لوزارة الإعمار والإسكان، فإن الحزمة الأولى للمشاريع ستسهم بفك أكبر العقد المرورية في شوارع العاصمة، وسط توقعات أن يتم افتتاح عدد من المشاريع منتصف حزيران المقبل استنادا على نسب الإنجاز المتحققة. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية.